نجي إلى قوانين نيوتن. نيوتنز ثري لو اوف موشن. طبعا نيوتن اسم العالم المشهور، وضع قوانين عديدة، فله ثلاثة قوانين في الحركة. القانون الأول، القانون الأول اللي هو فيرست لو، يسمونه لو اوف انيرشيا. الانيرشيا هو القصور، فقانون القصور. قانون القصور: A particle originally at rest or moving in a straight line with constant velocity tends to remain in this state provided the particle is not subjected to an unbalanced force. يعني ترجمتها للعربي يقول: الجسم الساكن يبقى ساكن، والمتحرك يستمر بالحركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتغير من وضعه. هذا قانون نيوتن الأول. قانون نيوتن الثاني، قانون نيوتن الثاني هو second law، هو law of force and acceleration، اللي هو قانون القوى أو القوة والتعجيل. قانون القوة والتعجيل: A particle acted upon by an unbalanced force F experiences an acceleration A that has the same direction as the force and a magnitude that is directly proportional to the force. يقول إذا جسم إلى قوة غير متزنة، يعني تجعل الجسم غير متزن، وهي قوة F، فإن هذا الجسم سوف يتحرك بتعجيل. هذا التعجيل له نفس اتجاه القوة وله مقدار يتناسب تناسب طردي مع القوة. وطبعا هذا اللي إجا منه القانون مال F تساوي، أو القوة تساوي الكتلة في التعجيل. هساي F اللي يساوي أصلها شنو؟ علامة التناسب الطردي. فF علامة التناسب الطردي MA. شالوا علامة التناسب، العفو، F علامة التناسب A، يعني القوة أو التعجيل يتناسب تناسب طردي مع القوة. شالوا علامة التناسب فخلوا ثابت، وجدوا أنه هذا الثابت هو يمثل كتلة الجسم. وجدوا أن هذا الثابت يمثل كتلة الجسم، فF القوة وM الكتلة وA التعجيل. نجي للقانون الثالث: Law of Action and Reaction. Law of Action and Reaction: The mutual forces of action and reaction between two particles are equal, opposite, and collinear. هذا قانون الفعل ورد الفعل. يقول لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار ومعاكس له بالاتجاه، ويقعان الفعل ورد الفعل على نفس خط التأثير مال القوة. وأكو أمثلة كثيرة لقانون الفعل ورد الفعل. طبعا مطلوب منكم كل واحد يحضر مثال لحالة فعل ورد فعل، و يعني بالقناة أريدكم تنشروها. كل واحد يقول يحكي عن فد حالة بها فعل ورد فعل. زين، هسه الآن نجي إلى scalar and vectors. scalar and vectors. scalars يعني الكميات اللا اتجاهية، والvectors الكميات الاتجاهية. شنو كميات لا اتجاهية وشنو كميات لا اتجاهية؟ الكميات اللا اتجاهية
هي تلك الكميات التي تحتاج إلى المقدار فقط لغرض تعريفها، يعني فقط أنطي مقدارها تصير واضحة. يعني مثل إيش؟ مثل الكتلة، يعني مثل جسم أقول كتلته 80 كيلوغرام، خلاص هذا صار واضح. مثل الزمن، يقول الزمن المقطوع خلال 20 ثانية، أيضا واضح. نقول مسافة، أقول المسافة المقطوعة من هذه النقطة إلى نقطة أخرى، أقول هذه أيضا، أقول مثلا 100 متر، 200 متر إلى آخره. بعد عندي الانطلاق، الانطلاق هو شي يمثل لي الانطلاق، يمثل لي يعني بالانجليزي سبيد، لان عندي بالانجليزي مصطلحين، واحد سبيد واحد فيلوسيتي. الفيلوسيتي كمية متجهة، والسبيد كمية لا اتجاهية، نسميه انطلاق، ايضا يعتبر كمية لا اتجاهية. زين شنو الفكتورز؟ الفكتورز حتى الدنسيتي والفوليوم والانيرجي، هاي كلها كميات شنو؟ كميات لا اتجاهية، كميات لا اتجاهية. الكميات الاتجاهية يحتاج تعريفها إلى شنو؟ إلى مقدار واتجاه. زين؟ مثل إيش؟ مثل السرعة، مثل التعجيل، مثل القوة، مثل العزم، مثل المومنتم، مثل المومنتم. زين بعد ان تعرفنا عن الفكتورز، اكو انواع من الفكتورز. النوع الاول هو الفري فكتور، فري فكتور يعني المتجه الحر. طبعا المتجه الحر يعني هذا ممكن ان ياخذ اي اتجاه، ممكن ان يكون في اي اتجاه. مثل ايش؟ مثل الازاحه، الازاحه. طبعا ايضا بالانجليزي عندي مصطلحين، عندي displacement ازاحه، وعندي distance مسافه. الازاحه كميه اتجاهيه، والمسافه كميه لا اتجاهيه، والمسافة كمية لا اتجاهية. زين فالفري فاكتر ممكن ان يأخذ اي اتجاه مثل الازاحة، يعني جسم ممكن يتحرك لليمين، ممكن يروح على اليسار، ممكن يصعد للأعلى، ممكن ينزل للأسفل، ممكن يتحرك بأي اتجاه. هذا شو نسميه؟ نسميه الفري فاكتر. طبعا النوعين الباقيات من الفكتورز عندنا سلايدنج فكتور وفيكست فكتور، هذه راح نوضحها من خلال المثال التالي. نجي سلايدنج فكتور، شنو سلايدنج فكتور؟ سلايدنج فكتور يعني سلايد يعني ينزلق، فسلايدنج فكتور يعني المتجه المنزلق. شنو متجه منزلق؟ هسه فرضا عندي جسم واضع على سطح الأرض، عندي جسم، هذا المستطيل هو عبارة عن الجسم، وهذا الخط هو يمثل لي شنو؟ يمثل لي سطح الأرض. مثل جسم على سطح الأرض، هذا الجسم نوعه ريجيد بودي، وتعرفون هسه شنو ريجيد بودي؟ جسم غير قابل للتشوه، أثرت عليه قوة خارجية، فكتر خارجي. هذا الفكتر هو فكتر قوة، عبارة عن قوة، مقدار القوة مالته F، واتجاه الفكتر هو باتجاه السهم، يعني هذا الخط هو يمثل لي خط اتجاه الفكتر، هذا المنقط الخفيف يمثل لي شنو؟ يمثل لي اتجاه المتجه. إذا رياضيا على الورقة شلون أبين أنه هذا الرمز يمثل لي متجه؟ أخلي فوقه هذه الشقطة، احنا بالانجليزي هاي شو يسموها؟ F داش، F، F برايم، F برايم، F داش.
زين، فهاي للدلالة على أنه شنو هذا فاكتر، للدلالة على أنه إذا ما تخلي هاي البرايم معناه هذا بس مقدار، معناه بس مقدار، إذا خليتها عليه معناه هذا فاكتر مقدار واتجاه. زين، هسه أنا أول شيء أحدد خط التأثير، هذا أسميه خط التأثير، هذا المناقض خط التأثير. الخطوة اللي وراها ممكن هذا الفكتور أنقله إلى أي مكان بس أبقى محافظ على خط التأثير هذا. فهسه باوع نقلته من نقطة A هاي A إلى نقطة بداخل الجسم B، وخليت الفكتور اللي هو فكتور القوة يأثر بهاي النقطة B مع المحافظة على بقائه بنفس خط التأثير. فهاي الحالة هي نفس هاي الحالة الثانية، فكتبنا هنا هذه تساوي هذه. وأيضا لو أجي أنقل هاي النقطة هاي A أجيبها خليها هنا بC، يعني القوة أو الفكتور أخليه بC، فأيضا أنا بقيت محافظ على خط التأثير. فتشوف هسه من خلال هذا المثال تلاحظ أنه الفكتور جاي يصير به عملية انزلاق، انزلاق مع المحافظة على شنو؟ مع المحافظة على خط التأثير. هذا هو السلايدنج فكتور، يعني أنا السلايدنج فكتور أقدر أنقله من مكان إلى آخر مع بقاء المحافظة على خط التأثير. هاي أقدر أستفاد منها وأبدي أتحكم بمكان الفكتور، سلايدنج فكتور. نجي للفيكست فكتور. الفيكست فكتور اولا عندي جسم، الجسم هو شنو؟ ديفورمابل بودي. هسه نجي للديفورمابل بودي. شنو ديفورمابل بودي؟ ديفورمابل بالانجليزي بالعربي معناها قابل للتشوه، يعني جسم قابل للتشوه. شنو فرقه عن الريجيد بودي؟ ذاك الريجيد بودي غير قابل للتشوه، يعني اذا ذاك بيه ابعاد تاثر عليه قوه بطول وعرض وارتفاع واثرت عليه قوه ما تغير بهاي الابعاد مالته. الديفورمابل بودي لا، بالعكس، اذا اثرت عليه قوه خارجيه يعني قد تغير من شنو؟ من ابعاده. واحسن مثال هو مثال لو اخذ سفنجه واخليها على ميز على سطح مستوي، واباعدها هاي السفنجه هي عباره عن متوازي مستطيلات بها طول وعرض وارتفاع. هسا هاي السفنجه ما عليها قوة، فتشوف شكلها ماخذ متوازي الأضلاع. هسا بإيدي أضغط على الإسفنجة، أضغط عليها، شو راح يصير بها؟ راح تنعصر. شنو يعني تغيرت أبعادها؟ تغيرت أبعادها شنو معناها؟ معناها صار بها تشوه. فهذا النوع الثاني من الأجسام، الأجسام اللي يصير بها تشوه نتيجة شنو؟ تأثير القوة الخارجية عليها. هسه هنا بهاي الحالة حتى وإن كان الفيكس فكتر، يعني هذا الفكتر ثابت في نقطة محددة، بعد ما أقدر أنقله لمكان ثاني، ما أقدر أجيبه هنا، هذا يختلف عن هذا، إذا أجيبه هنا يختلف عنه، وإذا أخليه هسه هذا بنقطة دي، إذا أجيبه أخليه بإي صار حالة تختلف عن الحالة الأولى. لذلك خلينا لا يساوي، هذه العلامة معناها لا يساوي. فإذا الفيكس فكتر شنو هسه من خلال المثال شستفيد أو شستنتج إنه الفيكس فكتر يبقى ثابت بمكانه، ما أقدر أنقله من مكان إلى آخر حتى لو على نفس خط الامتداد، يعني حتى لو هذا أسوي له خط امتداد وأجيبه هنا بعد ما يصير فيكس فكتر. ليش؟ لأن اختلفت عندي النقطة مال التأثير، وكون هذا ديفورمابل بودي فاذا راح يصير تغير بالابعاد يختلف عن الحاله الاولى. هذا هو الفيكست فيكتور. بقى عندنا شنو؟ احنا بالميكانيك وين نتعامل مع المحاور، شنو محاور او المحاور منين اصلها، منين جايه؟ المحاور اصلها جايه من خط الأفق. هذا الخط الأفقي هو يمثل لي سطح الأرض،
هذا الخط يمثل لي سطح الأرض، سطح مستوي، وهذا الخط العمودي على سطح الأرض، وهي خطوط وهمية، هي خطوط وهمية. يعني أنا أتخيل أكو خط صاير على سطح الأرض وواحد ثاني عمودي عليه، هذولي راح يتقاطعون في نقطة، هاي النقطة يتقاطعون بها، هاي نقطة O أو نقطة الصفر، فهذا سميناه X الخط الأفقي، وهذا سميناه Y، وهاي O راح تقسم الاكس الى جزئين، واحد موجب واحد سالب. بعد انا بكيفي افرض لليمين موجب اذا لليسار سالب، اذا افرض لليسار موجب اذا لليمين سالب. المهم واحد منهم موجب واحد سالب، بس وين ما يصير الموجب والسالب ما يأثر. كذلك الواي، بس بشكل عام اغلب الكتب، اغلب الناس العلماء الباحثين من يحجون عن المحاور يخلوها بهذا الشكل، هذا يمين الصفر جاي يحكي على الأكس يعتبره موجب، يسار يعتبره شنو سالب، أعلى الصفر يعتبره شنو يعتبره موجب، وأسفل الصفر يعتبره، يعني على هذه الطريقة ماشيين أغلب الناس. هسه من خليت أكس واي وتقاطعه وصار عندي أربع أرباع، هذا الربع الأول، هذا الربع الثاني، هذا الربع الثالث، هذا الربع الرابع. الربع الرابع الأول محصور بين هسه الزاوية صفر هنا، وأدور عكس عقرب الساعة، هاي الساعة، هذه ساعة، فأي دوران بهذا الاتجاه، دوران، انتبه للدوران، باوع لهذا، هذا أسميه مع عقارب الساعة، هذا أسميه مع عقارب الساعة، هذا الدوران أسميه عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة. فإذا أنا قياس الزوايا هاي يبدي من الصفر منا، بهالاتجاه هو عكس عقارب الساعة، بالإنجليزي نسميه counter clockwise، مع عقارب الساعة نسميه clockwise. فcounter clockwise تبدي الزاوية صفر، من أقول زاوية 30 لازم أتحرك عكس عقارب الساعة أنا وأحددها إلى أن أوصل هاي الزاوية، قد يصير عندي 90، خلاص الربع الأول، فمن الصفر للتسعين. ربع الثاني منين يبدي؟ من 90 180. الثالث منين يبدي؟ من 180 270. الرابع منين يبدي؟ من 270 يرجع ل 360، راح يرجع للصفر، راح يرجع للصفر. نرجع ل المحاضره مالتنا، نجي الان conventions for equation and diagrams. الآن من نحكي عن الفكترز، نرجع للفكترز. طبعا الفكترز ايش راح نمثله؟ نمثله بسهم. نمثله بايش؟ بسهم. هاي نقطة التأثير اسميها، هاي النقطة السوداء اذا اكبرها لكم، هذه النقطة هي نقطة التأثير، وهذا اتجاه، هذا رأس السهم يمثل اتجاه، هاي الزاوية مالته، هذه في اسم الفكتر، هذا في اسم الفكتر. فهسه أنا عندي في متجه ومتجه آخر ناقص في، ناقص في، دولي الفكترين مساوين بالمقدار، لأن هذا في وهذا في، بس متعاكسين بيش؟ بالاتجاه، اي انهما يقعان على نفس الخط، لو اجر خط، خط التأثير مالتهم واحد، يعني شنو؟ يعني الزاوية مالتهم واحدة. هسه لو اخلي هاي الاربعة الاربعة، هذا بيا ربع يصير بالربع الاول، وهذا بيا ربع يصير بالربع الثالث، يعني الاكس مالته سالبة والواي مالته سالبة، هذا الاكس مالته موجبة والواي مالته موجبة. هذا بالنسبة للرسم مال الفكتر، شلون نرسم الفكتر، شلون نتعامل مع الفكتر. نجي بالنسبه للفكتر، انا من اجي اجمع الفكترات، اجمع المتجهات، احنا المتجه قلنا كميات متجهه شنو هي؟ كميات مقدار واتجاه، فانا شو اجمع في نفس الوقت؟ اجمع المقدار والاتجاه، مو مثل السكيلر، السكيلر بس مقدار،
يعني مثلا أقول الزمن 25 أو أقول كتلة 60 كيلو غرام، من أجمعها مع كتلة ثانية أقول 60 كيلو غرام زائد 30 كيلو غرام، يعني أجمع بس أرقام، أجمع بس مقادير يعني قصدي. فستين مثل زائد 30 90 كيلو غرام يطلع، هاي جمعت. بس بالمتجهات أجمع المقدار والاتجاه في نفس الوقت. فإذا إذا جمعت المقدار والاتجاه في نفس الوقت معناه أنا جاي أطلع المحصلة مالتهم، جاي أطلع المحصلة مالتهم. فإذا عندي فكتورين، إذا عندي فكتورين في واحد وفي اثنين، هذول عندي فكتورين، عندي فكتورين شوية حتى تصير واضحة. هذا عندي في وان مقداره واتجاهه واضحات، في تو اوكي. هسه هذول اريد اطلع اجمعهم، اريد اجمعهم، اريد اجمعهم، فهذول راح يكونوا لي متوازي اضلاع، راح يكونوا لي متوازي اضلاع. شوف هذا الضلع نفس الاتجاه، وهذا الضلع ماخذ نفس الاتجاهات، فصار عندي متوازي. شنو القطر مال متوازي الاضلاع؟ يساوي المحصله، والمحصله قلنا هي شنو؟ هي مجموع في1 زائد في2. فاذا اخذ مثلث يعني نصف المتوازي، هذا المثلث، هذا الضلع هذا هو نفسه في2 مقابل اليه، وهذا في1 هذا في2 وهذه هي المحصله. هذا بالنسبة لمن؟ للجمع. إذا أجمع V1 زائد V2 يعني شو أقول؟ أقول V1 زائد V2 هي نفسها V2 زائد V1، يعني إذا غير بالترتيب مال الفكتورات. يعني هنا شنو جمعت؟ هسه شنو معناها؟ معناها جمعت V2 ويا V1، وها شنو معناها؟ جمعت V1 ويا V2. ف هذا التغير بالترتيب ما يأثر، يعني تبقى النتيجة يعني يعطيني محصلة مقدار واتجاه تساوي، فهذا راح يساوي هذا محصلة مال دول تساوي المحصلة مال دول. نجي للحالة الثانية. طبعا بالفكتورز ماكو عملية طرح، وإنما اكو فرق بين فكتورين. ما هو الفرق بين الفكتورين؟ يسموه the difference between two vectors. هذا شلون نطلعه؟ هسه انا عندي فكتورات اثنين، واحد في واحد والثاني شنو؟ ناقص في تو، ناقص في تو. هذا الناقص في تو هو شنو اصله؟ هو في تو عكسه، في تو وعكسه، يعني مخليه بنفس الخط بس شنو باتجاه معاكس. فهسه ذولي اذا اريد اطلع لهم المحصله شو اقول؟ اقول في1 زائد بين قوسين ناقص في2، فالناقص داخل القوس والزائد بخارج القوس تنضرب وحده بالثانيه، فالمحصله مالتهم تصير في1 ناقص V2. هسه هاي V1 وهذه ناقص V2، هاي محصلتهم. هذا V1 وهذا ناقص V2، هاي محصلتهم. طبعا انا من اجمع الفكتورات بال2 دي، 2D يعني عندي بس X و Y، يعني عندي بس محورين، هذا معناه 2 dimension. إذا أقول 3 dimension معناه عندي شنو؟ عندي ثلاثة محاور X و Y و Z، X و Y و Z. فأنا من أطلع المحصلة، من أطلع المحصلة لو يصير عندي مستطيل وأطبق عليه فيثاغورس، لو يصير عندي متوازي أضلاع وأطبق عليه قانون متوازي الأضلاع، بعدين راح نجي له هذا بالتفصيل، راح نجي له بالتفصيل. هذه
الحالات هذا اكس وواي، هذا تعامد، بس هذا اكس وين صاير؟ صاير على مستوى سطح الارض، فهذا العمود عليه، هذا العمود عليه. شوف هذا اكس داش عليه نقطه هيك عليه شخطه، وهذا واي داش. شوف هاي ليش مالو؟ ليش مالو؟ لان انت هسه مثل على سبيل المثال، فالطريق بمنطقه جبليه، طريق مثل بمنطقه جبليه، يعني جاي تصعد على جبل، فالطريق شنو بي؟ ايش راح يصير عندك؟ الطريق مائل، هذا بابا مائل، فهذا تخلي عليه محور، العمودي عليه هم راح يصير مائل، بعد ما يبقى مثل الواي القديمه، راح يصير عمودي عليه من؟ على هاي الاكس داش. فشوف هاي اكس داش وواي داش هم الزاويه 90، ما صار متوازي اضلاع، وانما صار عندي شنو مستطيل، كانه المحاور شنو صار بها؟ كانه دارت، يعني هذا نزل شويه وهذا بعدين راح لليمين بنفس مقدار الزاوية. فهاي الحالة ايضا عندي تعامد، بس هنا شنو؟ المحاور اختلف مكانها، محاور اختلف مكانها. بال3D عندي المحصلة اجمعهم ثلاثتهم، اجمعهم ثلاثتهم. فهسه بال3D اقدر اروح لهذا الرسم حتى نفتهم هاي المعادلة شلون صارت، بروح هذا كم محور عندي؟ هذا جسم كم محور بي؟ كم بعد بي؟ بي ثلاثة، بي طول وعرض وارتفاع. فواحد من ابعاده صاير على اكس، والثاني وين صاير؟ صاير على الواي، والثالث وين صاير؟ صاير على الزد. هذا اتجاه الاكس نطيه اتجاه اي، والواي شطي اتجاه جي، والزد شطي اتجاه كي. يعني اي فكتور واقع على اكس فاتجاه اي فكتور واقع على واي فاتجاه جي، اي فكتور واقع على زد فاتجاه شنو؟ اتجاه كي. فهسه عندي ثلاث فكتورات، واحد في اكس اي، يعني في اكس صاير على اكس واتجاه اي، في واي واتجاه جي بصير في واي جي، وفي زد صاير على من؟ على زد واتجاه كي. ذولي من اريد اطلع المحصله مالتهم شو اقول؟ اقول هذا الفكتور زائد هذا الفكتور زائد هذا الفكتور، طلعت عندي هاي المحصله. شوف المحصله هنا وين صارت؟ في في وين صايره؟ صايره بالفراغ، صايره بالفراغ، يعني الفراغ هنا ممثل بالصندوق، فيصير في اكس اي زائد في واي جي زائد في زد كي. لو تباوع هنا هاي المحصله تصنع ثلاثة زوايا، زاوية ويا من؟ ويا المحور اكس، يسميها تيتا اكس، والزاوية هاي الصغيرة هاي الصغيرة ويا من؟ ويا الواي، سميتها تيتا واي، وهاي الزاوية من هنا لهنا هاي، طبعا دول ثلاثتهم ويا من؟ ويا المحصلة، فالزاوية الثالثة هاي تيتا زد، فكوساين تيتا اكس اسميه L، L يساوي كوساين ثيتا اكس، يعني هذا فرضا انا اسهل لي اقول L اسهل مما اقول كوساين ثيتا اكس. كوساين ثيتا واي اساويها بالان، كوساين ثيتا زد اساويها بالان، ففي اكس يساوي في اكس تساوي L على العفو L V، L في ال V، في واي شو يساوي؟ ام في ال في، وفي زد شو يساوي؟ الان في ال في، يعني راح يصير عندي ثلاث مثلثات قائمة، ثلاثة مثلثات قائمة. إذا أريد أطلع المحصلة مقدارها شو أجمع؟
اجمع في اكس تربيع زائد في واي تربيع زائد في زد تربيع اللي هي هاي المحصلة بال 3D. ايضا انا شنو عندي؟ ايضا عندي هاي الزوايا الثلاثة كوساين ثيتا اكس كوساين ثيتا واي وكوساين ثيتا زد، هذه مجموع مربعاتهم، يعني هذا شنو اصله؟ كوساين ثيتا اكس تربيع زائد كوساين ثيتا واي تربيع زائد كوساين ثيتا زد هاي تربيع يساوي واحد. فمعناه شنو؟ معناه من هاي المعادلة، هاي اذا عرفت اثنين اقدر اطلع المجهول الثالث، اذا واحد من الزوايا ما اعرفه واثنين اعرفهم، افرض اعرف ثيتا اكس وثيتا واي، اجي اعوضهم هنا بهاي المعادلة، يبقى بس ثيتا زد مجهول واقدر اطلع.